صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 89 لسنة 2022 بتعيين وكيل مساعد في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد خليل عبد الرسول حسن وكيل مساعد للبحوث والموارد في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب